أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع اليوم محاربة غلاء الأسعار. عندي لكم أربعة حلول بالنسبة لي هي الأهم. التفاصيل من بعد ما نسمعوا كلمة للأستاذ معتوق. هذا ماشي هو العمل المطلوب من الحكومة، هذا غير ترقع، هذه حلول ترقيعية. وهادشي ماشي اللي خص يقبطوا المشكل بجدية ويدرسوا بجدية باش هادشي ما يعاودش يتكرر، وخص يديروا الإجراءات والتدابير اللي هي وقائية واللي فيها تميز بالحكامة وبالفعالية والنجاعة والشفافية، ونعطيو لكل ذي حق حقه. المواطن ياخذ حقه، والفلاح ياخذ حقه، والوسيط ياخذ حقه بلا ما يكون هناك تعسفات. اما تقول لي الدوله كتخرج دعم ديال 5 مليار للنقل المهني باش تبقى السومه ديال الاثمنه ديال اي خدمه من الخدمات او المنتوجات ما تاثرش بهذا الغلاء ديال البنزين اللي كان خصهم يخرجوا بها، كان خص داكشي يدار بقواعد وعلى المستوى الوطني، ولا ناخذ المناطق اللي حساسه ونشوفوا في المشكل في المصدر ديالو في المنبع. باش عند خدام كيبيع بالكيلو ونقول له شحال دايره مطيشه، يقول لي 10 درهم، نقول له انا علقها اشنو تخسر لي عندك الثياب علقها. هذا هو المشكل اللي عندنا، هذا هو المشكل اللي حنا كنعانيو منه، على علق الثمن هو هذا المشكل. لا الناس ما قرابيش من المواطن، المسؤولين ماشي قراب المواطن. المسؤول دابا انا باش يقتلوني هاد المسؤولين، وخاصه الامناء العامين ديال الاحزاب اللي تيكونوا في المؤتمرات ديالهم ديال المجلس الوطني ديال الاحزاب ديالهم، وتيبقاو يهضروا يديروا الخطابات ديالهم، كيبدا يصفقوا لهم هذوك المؤتمرين كيسحبوا هذاك هو المغرب. اما المسؤول الا ما هبطش ما عندوش باش يعرف، وماشي دائما كنوصلوا له الحقيقه كيف هي. هبط سيدي، لبس لي انت هذاك الوزير، لبس لي شي جنيبه مع هذا البرد، ودير لي شي طاقيه، وبغيتي كاع دير شي حيه باش ما يعرف حتى شي حد وشي نظارات، وخرج وسير سول وسير لكريي شنو فيها، ما تخسر حتى شي حاجه. سول لكريي وسول كي تيبيعوا الناس، والفلاح كي تيبيع في الحقل ديالو، وداك الناقي اللي كيهزلوا داك الشيء ديالو، حتى كنوصلوا لكريي ديال فين كيتباع داك الشيء بالجمله، ونشوف شكون اللي كيدخل باش نفهم كيفاش مطيشه توصل حتى لها الثمن، ولا بطاطا توصل حتى لها الثمن، ولا بطاطا توصل حتى لها الثمن. وتما غادي نقلب الصح المسطره الحقيقيه ديالي، غادي نشوف الطريق اللي كدوز منها هذيك الخضره حتى كتوصل عند المواطن المستهلك، وما يعاود لي حتى شي حد. شفت بعيني ونقول له ماشي اجي 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 هادي، ما قلتليش كدير هكا وهكا، وهذا علاش كيدخل، وهذا علاش كيدخل، وهذا علاش غياخذها بارده ياكلها بارده وما دار فيها حتى مجهود. علاش فاش كاين واحد في سوق الجمله واحد السيد عنده مربع يملك رخص رخص نعم رخصه ما كاين فيها حتى حاجه، هذاك هو اقتصاد الريع، هذاك هو الدخل اللي كيتسمى الريع، ما كدير فيه حتى مجهود. وواحد كيقيل يضرب تماره باش يدخل الاجر ديالو ويحلو، وواحد جالس هكاك عنده علاش. ايتها الخضر الاساسيه في المائده المغربيه، الطاجين والكسكس والسلطه، شكرا لكم لانكم اتفقتم على غلاء الاسعار. يا كان مطيشه كنت كنقول لكم خاصنا نعطيو قيمه لراسنا. انا الجزاره ما متفقاش معكم، القيمه ديالنا هي التضامن مع الدرويش اللي ما عندوش باش يشري بالغلا. القيمه ديالنا هي كل شيء يكون شبعان في كرشو. القيمه ديالنا هي ما نصدرو حتى يكون عندنا الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي. حلول كثيرة باش ينخفضوا الأسعار، ولكن في هذا الفيديو غادي نقتصر على 4 حلول لخفض الأسعار. المواد الأساسية والحل الأخير هو الأهم. أكيد الحكومة دارت عدة مبادرات باش تنخفض بعض الأسعار، ولكن مع الأسف كان تأخر ديالها في هذه المبادرات. ولكن طريقة هذه المجهودات ما خداتش بعين الاعتبار كذلك مصدر المشكل، حيث مزيان نديروا المراقبة لمحاربة الغش والزيادة في الأسعار، ولكن هاد المراقبة خصها تكون دائمة. ولكن مني تنقتصروا على التاجر التقسيط أي مول الحانوت، فهذا ما غاديش يحل المشكل. إذن أول حل هو محاربة الوسطاء المتعددين باش يكون البضاعة من المصدر إلى بائع الجملة ثم بائع التقسيط. الحل الثاني هو تخفيض تكاليف النقل والضرائب الخاصة بالمواد الأساسية، وهنا تنتكلم على الخصوص المنتجات الفلاحية المغربية بحال الطماطم، البطاطس، البصل، الفلفل، الجزر والفول واليقطين اللي حنا تنتجوها. الحل
الثالث هو وضع كوتا للمصدرين ملي يكون نقص في منتوج فلاحي معين في السوق الداخلي، باش المصدرين يلتزموا بواحد النسبة ديال مثلا 30% أو 50% باش تباع في السوق الداخلي والباقي للتصدير. الحل الأخير وليس أخير، أي الحل الرابع، هو تسقيف ثمن البضاعة، بمعنى وضع حد لأغلى ثمن بالنسبة للطماطم البطاطس والبصل واليقطين، أي مطيشة والبطاطا والبصل والقرعة والفول والفلفل ما تجاوش ثمن ديال 5 دراهم للكيلو، بمعنى التاجر اللي بغى يبيع مطيشة خاصو يكون عارف بلي بأنه الثمن ديال المطيشة باش يشري أو البصلة أو البطاطا خاص المواطن يشري ب5 دراهم أو 4 دراهم مثلا أو أقل. لهذا وهكذا في نفس الوقت غادي نحاربوا السماسرية أو الوسطاء باش يدخلوا وياخذوا حتى هما ربح من هذا الشيء، لأن غيكون الربح محدد والثمن محدد، يعني ما عمرو يغلى بالنسبة للمواد الأساسية اللي ذكرنا بالخصوص اللي كتهم المائدة المغربية. وخلاصة لما سلف، خاصنا نغيروا العقلية ديال المواطن سواء كان فلاح أو مستثمر أو رجل سلطة أو مستهلك أو تاجر باش نحافظوا على السلم الاجتماعي، ما نهرسوش الاقتصاد ديال البلاد بزيادة المفرطة التي يخلقوها بعض الأقليات من السماسرة التي يستغلوا الظرفية وتغليوا الأسعار، فهنا كنقتلوا الاقتصاد في مجالات أخرى وحرف أخرى مثل الصناعات ديالنا أو أصحاب الحرف التقليدية أو تجارة أخرى كتجارة الملابس بعض المواد التكميلية. وهنا في هذه الحالة غادي نجعلوا هاد المهن الأخرى معرضة للإفلاس وغادي تخلق لنا مشكل ديال البطالة، حيث إلا خلينا الأغلبية الصحيحة كتفكر فقط في مطيشة والبصلة والبطاطا وما تمشيش تشري لوازم أخرى بسبب الغلاء، فأكيد كنضروا بالاقتصاد الوطني. نتمنى تكون الفكرة وصلت ونكونوا متضامنين مع بعضنا البعض، ويكون الراجل المناسب في المكان المناسب، وما نقارنوش الأثمنة مع الدول المتقدمة اللي عندها منظومة متكاملة من التغطية الصحية الحقيقية ومن المساعدة الاجتماعية الضرورية ومن التعويض عن فقدان الشغل ومن جمعيات المجتمع المدني التي تساهم في محاربة الفقر بمصداقية وتوزع المساعدات على كل محتاج حقيقي. كذلك في التواصل ديال المسؤولين خص يكون الصدق، لأن المغاربة كيحسوا بالإنسان الصادق. كذلك المواطن خص يكون واعي ويكون مسؤول، بحيث أنه في بعض المناسبات بحال مثلا دابا نحن على أبواب رمضان الكريم أو في الأعياد إلى آخره، ما يبقاش يتقدوا الناس بالطريقة ديال الكثرة. ملي كتجي شي مناسبة كنتقدوا كثير، فهذا كيضر بالقدرة الشرائية. نحاولوا نتقدوا بطريقة عادية وطبيعية. نحاولوا كذلك نغيروا من العادات ديالنا، ملي تكون الحاجة غالية ما نشريوهاش. اتفقنا ياك؟ اتفقنا، متفقين. استودعكم الله والى اللقاء.